هذا وأكد المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة علي بنفليس أنه يرفض رفضا قاطعا أي تدخل من أي نوع في الشأن الداخلي للجزائر، موضحا خلال تنشيطه لتجمع شعبي له بولاية أم البواقي أن الجزائر دولة مستقلة، مشيرا إلى أن الجزائر قدمت وتقدم وستقدم دروسا للغرب في كيفية الحفاظ على الأمن والاستقرار. الاستعمار يحب يولي لديارنا، واش هو الموقف؟ لا تدخل في الشأن الجزائري، الجزائر دولة مستقلة، وإذا كان بغاو نعطيو لهم درس جديد نعطيو لهم درس جديد في الدفاع عن الجزائر وعن حدود الجزائر وعن استقلال الجزائر. البرلمان الأوروبي يلتاب روحه، يلتاب داره، ما يفتش على ديارنا احنا.